مرتين يوميا. لا في حد الحسين ينام ولا مرة في انواع النشر. اذا كان في حاله اسعافيه حسين بالليل، اذا كانت حامل او فيها شيء، حسين عم يصير حاله اجهاض كثير عندنا مساء. بدك تصبر على شو عشان ما تفهموش العربيه، تقول وانا اقدر شنو هو يدور كويس. حاضر. مع كفر زيت 2/6/2012. أيوة لسه في معد ضباط احنا هم مشغلين كعسكر كان فاهم. فاهم انا.